النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم، ولكن خلونا في الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي اللي بيعتبر جزء كبير من المشروع العملاق المعروف باسم الدلتا الجديده. سياده الرئيس وجه بتكثيف كافه الجهود لاضافه 3.5 مليون فدان الى كامل هذه الرقعه الزراعيه. امبارح كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تراس اجتماع مجلس المحافظين ووجه باستمرار الرقابه على منافذ ومعارض بيع السلع بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم. كل سنه وحضراتكم طيبين. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر، واللي بيقع ضمن نطاق المشروع القومي الدلتا الجديدة، بما في ذلك معدلات سير العمل في البنية الأساسية للمشروع، اللي بتشمل الطرق والمحاور وآبار المياه ومحطات المعالجة وشبكة تغذية الكهرباء. وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة في إطار العمل على إضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكا وسينا إلى الرقعة الزراعية في مصر. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع المشروعات الخاصة بقطاعي الطيران المدني والسياحة، ووجه سيادته بمواصلة العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، وده من خلال تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران على النحو اللي بيعظم القيمة المضافة لما يتوفر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة، بالإضافة لزيادة الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والفنادق والمقاصد السياحية اللي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية. امبارح تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لأمهات مصر في عيدهم، وأكدت إن الأم هي الظهر الساند وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط، وهي الداعم الأول والأخير لأسرتها بلا حدود. وجهت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية اعتزاز وتقدير لمن أوصت بها جميع الأديان السماوية، وكانت الجنة تحت أقدامها. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلال الاجتماع أكد مدبولي على أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار، وده من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، وكمان تكثيف أعمال الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لحملة شوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، وصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات لمصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ ومجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة توشكا أرض الخير. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الموضوعات اللي حصلت امبارح، ومنها توقيع الكشف على 1963 حالة في قوافل طبية في حلايب وشلاتين، وبدء تطوير طريق البرمودي في الخارجة بالوادي الجديد. امبارح أيضا في المحافظات طلاب جامعة اسكندرية نجحوا في محو أمية 10,065 مواطن. أما في محافظة المنوفية فتم بدء أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي تم فيها إطلاق مبادرة نظف ونور قرية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في قطاعات النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة العامة على مستوى كافة مراكز المحافظة، مع تنفيذ خطة المبادرة في رفع القمامة والمخلفات من القرى. في البحر الأحمر شهدت المحافظة نشاط مكثف في تنظيم القوافل الطبية في حلايب وشلاتين، ضمت نخبة من أكبر الأساتذة المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية للأهالي، وخلال القوافل تم توقيع الكشف الطبي على 1963 حالة وإجراء 74 عملية جراحية، بالإضافة لتقديم 5000 كرتونة مواد غذائية كمساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجاً.
في جامعة الإسكندرية نجح الطلاب في محو أمية 1065 مواطن خلال دورة يناير 2023، وده تنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. في قنا تم تشكيل لجنة عاجلة في كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمواجهة ظاهرة التسول بشوارع وميادين المحافظة، وهتختص اللجان بالمرور اليومي على شوارع المراكز والمدن والقرى لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. في الشرقية قدمت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين خدمات الفحص ل 131,256 سيدة حامل منذ انطلاقها في ديسمبر 2020 وحتى الآن. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أنه تم توزيع 10,000 شجرة لوز مجاناً على المزارعين، وبيأتي توزيع الشتلات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة. في سوهاج بتشهد المحافظة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، حيث يتم رصف 14 شارع فرعي ببلاط الانترلوك، وده ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في الوادي الجديد تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كيلومتر، وده ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمحافظة. في المنوفية تم البدء في أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، وده وفقاً لرؤية مصر 2030. في البحيرة تم تحصين أكثر من 368,000 رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، وده في إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.